بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مواصلة في برامجنا وسلسلة محاضراتنا في السلامة في الرعاية الصحية Safety and Health Care. اليوم إن شاء الله نبدأ في برنامج جديد بإذن الله تعالى عن النظافة والتطهير بالمؤسسات العلاجية Hygienic or Hygiene and Disinfection in Health Institution or Health Care. موضوع النظافة والتطهير موضوع مهم جدا وموضوع لا غنى عنه في أي منشأة، خاصة في المنشآت الصحية. ليه؟ لأن النظافة أساس، لأن النظافة ممكن يكون سبب لوجود مخاطر عالية، وهذه المخاطر تتسبب في رفع معدلات أو رفع المضاعفات للمرضى الموجودين، وتتسبب في العدوى، وتتسبب في مخاطر أخرى إحنا في غنى عنها. وصفنا مسبقا بيئة المؤسسات العلاجية بأنها بيئة معقدة، معقدة بإجراءات، معقدة بعمليات، معقدة بتداخل أنشطة، معقدة بحجم وحساسية الخدمة اللي بنقدمها. طيب، أهداف برنامجنا إن شاء الله هيكون أولا عايزين نفهم ونطبق معايير النظافة والتطهير للمنشآت العلاجية. من خلال أهدافنا عايزين نعرف أثر النظافة على أداء المؤسسة الصحية، برضو عايزين نعرف الطرق السليمة للنظافة والتطهير، ونأكد على أهمية النظافة السليمة، النظافة وفق ما هو مطلوب، وفق الأسس السليمة، ونخطط لهذه العملية. نحن سميناها هي عملية، نسميناها بروسيس. ليه؟ لأنه ما هي حد ينظف، بل لأنه نحن ما حننظف أي مؤسسة، ما حنقوم بتنظيف مؤسسة عادية، مؤسسة قد لا تكون فيها مخاطر. نحن شغالين في مؤسسة حساسة بكامل أنشطتها، إضافة لأنه من أهدافنا كيف نتعامل مع بيئة المنشآت العلاجية. مين المستهدف بهذا البرنامج؟ طيب، أولا خبراء السلامة على المستويات والأنشطة المختلفة. خبراء السلامة معنيين بهذه المعايير، خاصة السلامة في الرعاية الصحية. طيب، كذلك أخصائيو مكافحة العدوى infection control، infection control specialist، وأخصائي مكافحة العدوى مهم جدا إنه يعرف عن النظافة. كذلك خبراء جودة الرعاية الصحية quality officer، quality specialist. كذلك الكونسلتنت بالنسبة للبوليسي أو الميديكال بوليسي والهيلث بوليسي، استشاريو السياسات الصحية. كذلك فرق السلامة الصحية، التيم اللي بيقوم بتقصي واللي بيقوم بمسألة تحسين وتطوير أداء السلامة في الرعاية الصحية. طيب، محاورنا إن شاء الله هتكون في هذا البرنامج، أولا عندنا مقدمة، كذلك مفهوم نظافة بيئة المنشآت الصحية، كذلك أنشطة صحة أو أنشطة صحة البيئة في المنشآت الصحية، وكذلك عوامل انتشار العدوى والنقاط الرئيسية في عملية النظافة، شروط مهمة في نظافة بيئة الرعاية الصحية. برضو من محاورنا تصنيف أماكن رعاية المرضى والقواعد العامة لاستراتيجيات التنظيف. كذلك من محاورنا أساسيات العمل في عملية تنظيف وتطهير الأسطح البيئية، وأيضا مواد التطهير وإرشادات استخدام المطهرات ومواد التنظيف وطرق التنظيف وأدوات ومعدات التنظيف، وكذلك الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، وأيضا نماذج وخطط، وبعد ذلك إن شاء الله نناقش المعوقات ونأخذ توصيات عامة بإذن الله. طيب، قبل أن نبدأ لازم نسأل سؤال وعدة أسئلة معا. ليه نحن بنقوم بنظافة المؤسسات العلاجية أو النظافة وفق ما هو مطلوب في المؤسسة العلاجية؟ أي واحد هيقول لي لأنه بيئة حساسة. ممتاز. طيب، لأن بيئة ما تتحمل أن تكون متسخة. طيب، جميل جدا. قد تؤثر على رضا العميل. جميل، يا عميل، العميل الداخلي والخارجي. طيب،
هل هنالك مخاطر؟ نعم، عدة مخاطر. طيب نسأل نفسنا، هل يتم عملية النظافة وفق ما هو مطلوب في المؤسسات العلاجية؟ هل نحن بندرب وبنشرف على الأعمال أثناء النظافة؟ ومين هو اللي بيشرف ومين هو اللي بيدرب؟ ولا بنعتمد على أوت سورس، نعتمد على الشركات، والشركات دي بتقوم بدورها كيف؟ وهل الشركات دي عارفة طبيعة التنظيف، عملية النظافة والتطهير لهذه المنشآت، ولا معتقدة إنها نظافتها زي وزي أي منشأة؟ شنو هي الآثار المترتبة على عدم الاهتمام بالنظافة؟ طيب سريع يا إخوان، هل النظافة في معظم المؤسسات العلاجية تتم وفق ما هو مطلوب ولا في خلل حاصل؟ يلا يا سعد. تفضل. طبعا في خلل بيكون حاصل دايما، بالذات عندنا في السودان، يعني على حسب المؤسسات اللي نختلط فيها. مثلا يعني في المواد المطلوبة للتنظيف أو للتطهير للتعقيم، سواء كان الديتول سواء كان غيره، هل هو بيستخدموا المواد الفعالة دي ولا بيستخدموا أي مواد أو بالموية؟ برضه في الإسطاف بتاع النظافة، في توفر لو قلنا على الباسكت دي او السله بتاعت النفايات، في حيث انه برضو يعني النظافه الدوريه، انه العربات والموظفين بتاعين الوزاره يجوا من فتره لفتره للمراقبه وكده. جميل جدا، جميل جدا. طيب ممتاز. ها ثاني اخوان، واحد يشرح لنا طبيعة الخلل اذا في خلل. اي خلل شفته انت امامك؟ ممتاز، ممتاز. طيب في حد عنده مداخلة ثانية؟ عدم وجود اسباب كامل للنظافة نعم، او النقص في ما الاسباب. في استفكار. تمام. كان وده أثره كبير يا إخوانا، إنه ما يكون في ستاف كامل أو ستاف مدرب أو نعم. الحاجة شفتها يا إخوانا. ما عندنا، ما يعني ما في تنظيم. يعني مثلا السبلاش اللي بتطلع من جسم الانسان والباقي باقي الويست اللي بتكون في المستشفى بيتعاملوا معاه عادي، يعني زيها زي باقي المخلفات. كارثة طبعا. نعم، كارثة كبيرة. ثاني يا اخوان. ثاني ممكن نقول حتى الكلينر ذات يعني ما بيكونوا لابسين البي بي اي المناسبه، يعني فبيتعرضوا لانجري، بيتعرضوا لمخاطر كثيره، قد يكون من ذات انه تعرضوا للخطر او للمرض بصوره عامه. نعم، صحيح صحيح. طيب جميل جدا، نعتمد على كل هذه الآراء المشاركات لاحقا. ممتاز. طيب إذا هنالك خلل وهنالك مشكلة، هنالك تحدي، لازم نحن نعرف المعايير، نستند على هذه المعايير. طيب نظافة بيئة الرعاية الصحية، الكنيندات هالز انفايرمنت. طيب بيئة المنشأة الصحية، إذا قلنا بيئة المنشأة الصحية فيها الأفراد الإمبلويز، فيها الميديكال فيلد عموما، يعني الطاقم الإداري والطاقم الطبي، وفيها الفيزيتور، فيها الزوار، فيها زي ما بيقولوا البيشن والكو بيشن كذلك، المريض والمرافق. بيئة المنشأة الصحية فيها الانفراستراكشرز، البنية التحتية اللي بتحتوي على المباني، كل المرافق، الغرف، وكل المكاتب والحمامات والممرات، كل المهم البنية التحتية، إضافة للأجهزة والمعدات، الأجهزة الطبية، جهاز الأشعة، جهاز الإم آر آي، جهاز الإندوسكوبية، الأجهزة الأخرى، الفنتليتر، المونيترات، كل الأجهزة. طيب كيف نحن بنتعامل؟ لأن وصفنا للبيئة فيها كل هذه المكونات، حتى البنية التحتية المعلوماتية.
طيب بيئة الرعاية الصحية، كلنا نتخيل بيئة الرعاية الصحية اللي نحن اشتغلنا فيها. إذا نعتبر نظافة منشآت الرعاية الصحية أمر ضروري من أجل الآتي: عايزين سلامة وصحة العاملين والمرضى في المنشأة، كذلك الدواء، تمام، والمجتمع بأسره. هناك منظور طبي في هذا الجانب، بأنه 90% من الميكروبات بتقطن في الأتربة الزهراء الموجودة على الأسطح، الموجودة على الأماكن المختلفة. فإذا النظافة جانب مهم جدا، ليس فقط إدارة هذه الأتربة و أو سقف الزهرة، لا، تنظيف وفق ما هو مطلوب. أنا أعرف أصوله وأسسه ومعايير إن شاء الله. طيب هل هنالك نظرة اقتصادية كذلك في هذا الجانب؟ نعم، لازم ندرك أن المنشأة بتظهر دائما في أبهى صورها. أي منشأة إنتاجية أو خدمية بتظهر في أبهى صورها عندما تكون نظيفة، وده بيساعد على رفع الروح المعنوية لدى المرضى. يعني في بيتك إخواننا، إذا بيتك وسخان نفسياتكم تكون مرتاحة، فإذا بيساعد على رفع الروح المعنوية للمرضى والعاملين، وده بيساعد بيدور على الإنجاز وتحقيق الأهداف. الناس اللي درسوا في معايير الجودة درسوا الكايزين ودرسوا الفايف اس، التنظيف والتنظيم هذه المعايير والأدوات اللي أنتم درستوها كلها تساعد في تحقيق الأهداف. يعني شنو الهدف؟ التنظيم والترتيب والتنظيف. الهدف إنه في النهاية نحن من خلال عايزين نهيئ بيئة العمل، وبيئة العمل تساعد على الإنجاز. طيب الدور ده بينعكس على مستويات الأنشطة الأخرى عشان نرفع معدلات الأداء الصحيح، لأنه أي خلل، أي نقص، أي مشكلة، أزمة، هتؤثر سلبا على شنو؟ على الأداء. طيب المريض إذا عايز يرقد في المستشفى، أو عايز مثلا جاك مريض في مستشفى معين فشا دخل الإي آر الإمرجنسي مثلا، وبدوا يأخذوا منه معلومات، معلومات الدولية مثلا، فحس بأن المستشفى دي ما نظيفة. دي واحدة من الأسباب وأساس السبب الرئيسي لأنه يرفض إنه ما يرقد في المستشفى دي. إذا نظافة بيئة المنشأة الصحية بعد ذاك أسلوب تقديم الخدمة. يعني النظافة قبل تقديم الخدمة. إذا نظافة البيئة أولى، لأنها أول حاجة بتقع عليها عين المريض أو الزائر حتى قبل معاينة أسلوب تقديم الخدمة. يلا من هنا نحن بنعرف الأهمية القصوى لنظافة بيئة المنشأة الصحية، ومن وجهة النظر الاقتصادية والإنسانية. طيب كذلك من المنظور الاقتصادي، هيأثر على اقتصاديات المنشأة. يعني المرضى ما حيجوا، أو ما حتقدر تقدم خدمة أنت، أو بمعنى إن حيكون مستوى التردد أقل عندك، بالتالي ما عندك كاستمر، بالتالي ما عندك دخل، صحيح؟ يلا المنظور الاقتصادي، ما أنا أهتم بهذا الجانب على أساس إنه تكون هنالك عملاء، يكون هنالك مرضى. نعم ربنا يعافي، ولكن المستشفى بتنظر لفائدتها مادية كمعنوية، فبالتالي هي تقدم خدمات علاجية. تقديم لهذه الخدمات هتوفر موارد، هتوفر مدخلات لتقديم الخدمة. هذه المدخلات إذا لم تجد من يقدم له، يلا إذا ما لم تجد عملاء أو لم تجد مرضى، فبالتالي المستشفى دي المفترض تقفل. طيب نظافة البيئة أو بيئة المؤسسة العلاجية كلين انفايرمنت، بنقصد بها عملية التنظيف العام لبيئة الرعاية الصحية. طبعا بيئة الرعاية الصحية وصفناها قبل شوي بأن فيها الأفراد والبنية التحتية والمعدات والأجهزة، كل هذا داخل البيئة.
الغرض إزالة الأتربة والأغدار والمواد العضوية من على الأرضيات والحوائط والأسقف والأبواب والنوافذ وأسطح العمل والأجهزة الطبية، كان صغيرة كانت كبيرة، تمام؟ يعني ما عايزين ننظف بس الأرضيات ونقول دي النظافة، لا، هننظف الأرضيات، ننظف الحوائط والأسقف والأبواب والنوافذ وأسطح العمل والأجهزة الطبية، تحريك وتنظيم تنظيفة والتأكد من سلامتها وكل التفاصيل الأخرى. ها؟ طيب. بالتالي الأجهزة الكبيرة والصغيرة والأساس والدواليب والمكاتب والمقاعد، ها؟ كل ده هيؤدي لتخلص من نسبة كبيرة من الميكروبات. كذلك بعد النظافة بعد التطهير تليها عملية بتاعة تفويض، عملية بتاعة تجفيف وفق ما هو مطلوب، تمام؟ ده بيساعدنا كله زي ما قلنا قبل شوية على القضاء على الميكروبات، وبيساعدنا على كذلك القضاء على ناقلات العدوى زي الحشرات والزواحف والقوارض داخل المنشأة. يعني النظافة ما مظهر فقط. طيب، نظافة المنشآت العلاجية أو المستشفيات بشكل عام بيشكل المظهر الحضاري للمؤسسة العلاجية باتباعنا للمعايير الصحيحة للنظافة، وهذا كما ذكرنا إنه بيقلل أعداد الكائنات الدقيقة ومسببات الأمراض اللي بيلامسها المرضى والعاملون المترددون على المستشفى. والمهم في هذا الجانب زيادة معدل الأمان السيفتي، وجعل بيئة المؤسسة العلاجية أكثر أمانا وراحة وجمالا، ومن ثم نلقى أن النظافة بتحمي جميع من في المستشفى من العدوى. لكن إذا كانت نظافة وفق أصول سليمة صحيحة، لأنه نظافة من نظافة بتفرق. أنا جايب لي محاليل ما فعالة، أنا جايب لي عمالة عددهم ناقص وما مدربين. البيئة أصلا يعني infected، فيها infection عالي، وأنا جاي أنظف نظافة عادية، في عدم صيانة للبيئة من تغيير السيراميك المكسر من الحوائط اللي فيها ثقب، اللي بيساعد على توالد الحشرات وجودها، الأبواب المكسرة، الشبابيك المكسرة، الأحواض المكسرة. النظافة نعم هتلعب دور، لكن ما هتساهم بشكل فعال في القضاء على الميكروبات والآفات والحشرات. فبالتالي هنالك عملية بتاعت إعادة معالجة وصيانة للأجهزة وللمعدات وللأدوات ولكل المرافق الأخرى، حتى لأسرة المرضى وسراير المرضى والبيت إذا كان في أي مكان، حتى أماكن تلقي العلاج والكراسي والسراير والحاجات كلها تعاد معالجتها، تصلح أو تغير إذا كانت ما صالحة، نغيرها نجيب بدلها أشياء جديدة، لأنها بتساهم الأجهزة والمعدات التالفة، وبرضه بيساهم في وجود العدوى، بيساهم في عدم تلقي الرعاية بشكل سليم. طيب، إذا السراير المكسرة، طرابيز المكسرة، مثلا أماكن تواجد المرضى ما في صيانة، ما نظيفة، كل هذا له أثر. طيب، دور من هذا؟ الدور مشترك، والدور تقع في المقام الأول على الإدارة بتوفير الموارد، بتدريب العاملين، بإيجاد حلول مشتركة، وتوجيه الأفراد المعنيين نحو تحقيق أهداف النظافة والتطهير. طيب، هنالك أنشطة البيئة في المنشأة الصحية بشكل عام. صحة البيئة بتراعي لسلامة وصحة مياه الشرب،
حتى مياه مستخدمة في الطبخ، مياه مستخدمة في أي من دون العلاج، هذه المياه تكون صالحة ما يكون فيها أي مكروبات. كذلك في بعض المستشفيات في قسم الطب الوقائي في معامل لفحص المياه كده. طيب أيضا من أنشطة صحة البيئة في المنشأة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والاستخدام الآمن للمياه المعالجة، كذلك مياه الغسيل الكلى والهواء الداخلي لازم يكون نظيف، لازم يكون صحي. أيضا النظافة العامة والتخلص من النفايات بشكل عام، المغاسل بغسل في الملابس وكذا، كذلك المطابخ المطابخ لازم تكون صحية ولازم تكون وفق ما هو مطلوب، مطابخ الكافتريات ومطابخ المرضى كل هذه لازم تكون سليمة ووفق ما هو مطلوب. الهدم، عملية الهدم والبناء حيث لا تؤثر على مستوى، لا يعني ما تسبب تلوث على شنو؟ على بقية المنشأة، أقسام المنشأة، إذا كان في هدم أو بناء يتم حجز، زي ما بنقول قلنا في الانفكشن كنترول في ايسوليشن، يتم حجز المكان اللي فيه صيانه وتخطيطه بالشكل الجيد، وبالتالي الاتربه والاقفله والغازات والكذا والكذا ما تمشي على حتات ثانيه، مكافحه الحشرات والافات والافات بشكل عام، بس انسي كنترول سكن الموظفين يكون صحي وامن وكذا، المواقع المستثمره يعني اذا مستثمرين موقع مثلا في مثلا ان تكون فيها حدائق او فيها كافتريات او فيها اي مكان، اي موقع مستثمر لازم نراعي لانه يراعي الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها والنظافه. كذلك من انشطه صحه البيئه التوعيه والتثقيف البيئي، وده دور مهم جدا على رفع مستوى الوعي الإديوكيشن. كذلك البستنه والتشجير، احنا عايزين نساعد على تلطيف الجو، عايزين نساعد على انه المنشأة تكون عندها يعني زي ما بقولوا كده بيئة مهيئة من حيث انه وجود زهور وكذا وكذا، بحيث انها ما تضر بصحة المرضى، وتكون في هذه الحدائق تكون في الاماكن الصحيحة، الاماكن اللي يعني اللي ممكن تكون بعيدة عن بعض المصادر الحساسة أو الأماكن الحساسة للمرضى، لأنه في أقسام مثلا زي العمليات، أقسام زي العناية المكثفة الـ ICU والسياتر وغيرها، أقسام البيدياتريك. طيب هل بتقتصر على هذه الأنشطة فقط؟ كل نشاط هنا ممكن تلقى داخله كم نشاط، فبالتالي مين اللي مسؤول من بيئة صحية سليمة؟ زي ما ذكرنا قبل شوية الإدارة والتيم المخصص. طيب لازم نسأل أنفسنا، هل هناك اهتمام ببيئة المنشأة العلاجية على المستويات هذه، على مشيات البيئات المختلفة أو التفاصيل اللي ذكرناها قبل شوية؟ الاهتمام مثلا بالهواء الداخلي، مثلا الاهتمام بالمطابخ، الاهتمام بالصيانة، الاهتمام بمعالجة إعادة معالجة هذه الأجهزة صيانة، الاهتمام بالتوعية، الاهتمام بسكن الموظفين، الاهتمام ب يعني معايرة الأجهزة الطبية، هل في اهتمام بهذه المسائل؟ يبقى لازم نوجد معايير سياسات من شأنها تخدم القطاع الصحي في هذا الجانب. طيب عندنا عوامل بتساعد على انتشار الوباء، some factors that help in spreading epidemic، بتساعدنا أو بتساعد في وجود الانفكشن أو وجود المايكرو أورجانيزم كان بكتيريا أو فيروس أنسو. طيب كثرة أعداد المرضى أو حاملي الميكروب اختلافهم مع المعرضين للعدوى مثل الممرضات والعاملون بالمعامل والأطباء وعمال النظافة وعمال المغسلة والصيانة والأطفال حديثي الولادة كبار السن
الناس اللي عندهم بعض الكورونيك كيس، الدايبيتس، السكر وسوء التغذية، والمرضى بأقسام الجراحة والحروق والعناية المركزة، والمعالجون بالمضادات الحيوية، والمرضى اللي بتقتضي طبيعة مرضه إنه يكون في المستشفيات لفترة طويلة. طيب، إذا الفريق الطبي ممكن يكون حامل للعدوى، والزائر ممكن يكون حامل للعدوى، واللي بيقوم بعملية النظافة ممكن يكون حامل للعدوى، واللي مناعته ضعيفة ممكن يكون حامل للعدوى، والمناعته ضعيفة ممكن يكون عنده قابلية، ها؟ ليه؟ إنه يعني يتقبل العدوى سريع، زي ما ذكرنا في الانفكشن كنترول عن chain of infection، سلسلة العدوى. فبالتالي إحنا لازم نخطط لهذه المسألة. هل التيم مدرب؟ هل التيم قائم بواجبه؟ هل البيئة سليمة؟ هل في يعني اهتمام بالايسوليشن، بالعزل، للبيئة وللفرد اللي ممكن يكون مريض، والمريض اللي برضو اللي بيحمل اللي بيكون حامل لعدوى infections hepatitis مثلا tuberculosis أو أي مثلا respiratory diseases pneumonia so مثلا هل في isolation good isolation؟ isolation ما بس على مستوى ال infection diseases، لا سواء حتى يا اخواننا يعني الأقسام تحسبا لأنها ما تكون فيها عدوى، تكون في أقسام بعيدة شوية في أماكن يعني مقننة بشكل أكبر، زي العناية المكثفة من الـ ICU مثلا، فارسيتر مثلا. طيب، أيضا في من العوامل اللي بتساعد على انتشار العدوى في زيادة في أعداد العاملين والزوار مع كثرة تحركات المرضى داخل المؤسسة العلاجية، وده بزيد بدور من احتمالات العدوى نتيجة للاختلاط. شفتوا الزحمة في المؤسسات العلاجية، يعني الواحد زي ما بقولوا ما بيلقى محل يخد بدلين وين. طيب الزحمة دي شنو؟ عدم التنظيم ده شنو؟ ده كله ما بيساعد في زيادة العدوى. تلوث الأدوات والآلات ده بيساعد في انتشار العدوى. ايضا اننا احنا ما بنتبع اجراءات ضمان ضبط الجوده، الخدمات المقدمه الجوده بتساعد بدوره في التحسين والتطوير، وبدوره بتساعد في تقليل العدوى. ايضا من العوامل اللي بتساعد برضو انخفاض المستوى البيئي داخل الوحده الصحيه، انخفاض الاهتمام ببيئه المؤسسه العلاجيه، بيئه الصحه وبيئه المؤسسه العلاجيه، زي مثلا عدم توفير المياه داخل عنابر المرضى، انخفاض مستوى النظافة العامة الشخصية personal hygiene، برضو من التفاصيل المهمة personal hygiene للمرضى، personal hygiene للميديكال تيم، تراكم المخلفات والنفايات المعدية، وعدم اتباع اجراءات امنة لأننا نتخلص منها اول باول وبالطريقة الصحيحة، دي برضو بيساعد على انتشار العدوى. ايضا عدم مراقبه الاداء التقويمي، مين الحيراقي وكيف حيراقي؟ طيب هنالك اشراف على مستويات مختلفه، اشراف على السلامه، اشراف على القطاعات الطبيه وفق الاختصاصات. طيب التدريب على الرقابه جانب مهم جدا، انا اراقب بحيث ان يكون هناك ملاحظات وتسجل، راقب الخلل، راقب الاخطاء، راقب الديفكت، ما معناه تصيد للأخطاء، لا، أنا أراقب من أجل التحسين، أنا أراقب من أجل اكتشاف الخطأ وتحسينه، أنا أراقب من أجل معرفة أماكن الخلل للتحسين، لكن أراقب عشان فقط أعاقب، بالتالي لازم هذه المسائل تقنن. نعم هنالك جزاءات تفرض إذا كان في أخطاء متعمدة مرتكبة، وأخطاء سبب الفرد وتكررت بإهمال بكذا بكذا، لازم تكون هنالك مقابلة في الجزاء المناسب.
لكن الأخطاء أو الخلل اللي بيكون سببه نقص الموارد، الخلل اللي بيكون سببه فشل الإدارة، الخلل اللي بيكون سببه عدم صيانة الجهاز، الخلل اللي بيكون سببه ده كله يا إخوان المفترض يتم مراقبته والتأكد منه. يعني أحيانا الميديكال فيلد بيكون تعبان، بيكون زي ما بقول شقيان، لكن في مزيد من العيب على ناحية مقدم الخدمة، فما يعرف يقدم خدمة لده، ولا عدد الأفراد المخصصين لتقديم خدمة طبية معينة بسيط، بيئة المؤسسة ما مساعدهم لأنهم يقدموا، هذا كله يتم النظر له. طيب، من العوامل اللي بتساعد برضه في انتشار العدوى، انتشار الحشرات الناقلة مسببات الأمراض الصراصير، الآفات والحشرات ممكن كلها تكون مسبب أو كلها تساعد على نقل العدوى. طيب، كيف المؤسسات العلاجية فيها تعايش مع هذه المسائل؟ يعني انتشار القطط، انتشار الكلاب جوا المستشفى، والحشرات والآفات، ده شيء طبيعي في كثير من المؤسسات، لكن ما المفترض يكون شيء طبيعي؟ ليه؟ لأنه بيساعد على انتشار نقلات الأمراض، بيساعد على انتشار العدوى. عدم استدعاء ملابس وقفازات الواقع، عموما البي بي ايز، الاهتمام بثقافة البي بي ايز، بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، دي واحدة من العوامل اللي بتساعد على انتشار الوباء، انتشار العدوى. تمام؟ سوء حالة المطابخ وعدم إعداد وحفظ الأغذية والأطعمة بالطرق الصحيحة الصحية والسليمة، برضو دي واحدة من الأسباب اللي بتساعد على انتشار الوباء. طيب، ما هو العمل؟ العمل المفترض يكون شنو يا سعادة؟ يلا، مقابل هذا الخلل أو الأشياء اللي نحن شفناها قبل شوية، المفترض يكون في شنو؟ يكون في رقابة أول حاجة على الأستاذ الشغالين في النظافة ومدى نعم جديتهم في النظافة وكذا. نعم ممتاز. أنا كان يعني الإدارة الجيدة أول حاجة مثلا لإعداد المرضى، الإدارة الجيدة بالعناية بالمخلفات بتاعة المستشفى، تدريب الطاقم بتاع النظافة، توفير المعدات اللازمة البي بي إيز، حتى اللي بيقول على شنو البوسن ساينس اللي هي العلامات التحذيرية وبتاعة بيقول على شنو جميل، الإرشادات والحاجات دي. يعني البايو سيفتي والحاجات دي، ممتاز ممتاز جميل. تعال، العلامات وعي، التحذيرية، لازم العلامة، في وعي نعم برضو. أيوة، مستوى الوعي، جميل جميل. طيب ممتاز. طيب، مقابل وجود مشكلة وخلل لازم تكون هنالك معايير، أفراد مدربين، بيئة مهيئة، إدارة رشيدة، إدارة يعني تكون هي في المقام الأول على قدر عالي من الوعي، تمام، أفراد مرضى على قدر من الوعي، وموارد متوفرة، موارد بشرية وغير بشرية، وسياسات وإجراءات عمليات وفق ما هو مطلوب، تخطيط سليم، تنظيم تنسيق للجهود بشكل جيد، توجيه للأفراد نحو تحقيق الأهداف وفق ما هو مطلوب،
عملية بتاعت رقابة وعملية بتاعت تحسين للشيء اللي تم. طيب هل هنالك معايير للنظافة؟ نعم. هل المؤسسة العلاجية تنظف كغيرها أو بنفس المستوى بتاع المؤسسات الثانية؟ لا، هي أزيد. ليه؟ لأنها حساسة، يعني مثلا انسكابات الدم والبادي فلويدز والأشياء الأخرى لها أثر بالغ ومخاطر عالية، فبالتالي تنظيف تطهير وتعقيم cleaning and sterilize disinfection. يبقى أنا عندي أصول للنظافة هنا، وعندي أفراد لازم أن يقوموا بعملية النظافة يكونوا مدربين وحذرين، ولازم يكونوا هم في المقام الأول محميين من أي وجود infections أو ما تصيب من أي عدوى من النظافة أو من ترتيب هذه النفايات وتصنيفها طيب في نقاط رئيسية مهمة جدا في عملية النظافة. لازم نعرف إنه التنظيف والتطهير، التنظيف والتطهير جانب أساسي في الوقاية والسيطرة على العدوى. نحن دي واحدة من أهدافنا، تمام؟ طيب لازم ضمن نقاطنا نعرف إنه التنظيف المناسب واللي نقوم به بشكل سليم ضروري قبل أي عملية تطهير أو تعقيم. يعني تنظيف، تنظيف قبل شنو؟ قبل تطهير وتعقيم. الفشل في تعقيم أو تطهير المستلزمات الطبية قد ينشر العدوى، تمام؟ يعني مثلا في أتربة، نقوم بنظافة الأتربة ونظافة الأماكن بالشكل السليم، ما عدا إخوانا في الأماكن المحتاجة مثلا في السرود انفايرومنت، محتاجة ليه؟ إنه نحن بس البيئة دي فيها عدوى عالية ولا دي فقط يتم حجزها وتعقيمها بالشكل المناسب إذا كان بأشعة أو إذا كان بكذا. لكن الأماكن الطبيعية اللي لازم يتم تنظيفها بعد ذلك شنو؟ التنظيف المناسب بأمر ضروري قبل أي عملية بتاع التطهير أو التعقيم. الفشل في تعقيم، الفشل في تعقيم أو تطهير المستلزمات الطبية ده بيكون سبب في انتشار العدوى. ضمن نقاطنا نعرف إنه نوع ومستوى، لذلك التلوث من المستلزمات الطبية ده بيعتمد لنا على طبيعة المادة والمقصود من استعمالها. طيب هل المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية دي برضو بتنظف وتعقم وتطهر؟ نعم. ليه طيب؟ لأنها هي تكون سبب في العدوى، source of contamination، source يعني مصدر للتلوث ومصدر للعدوى. طيب والله ما شايفين نحن يا اخي الاجهزه دي مش يصينوها ويجيبوها او بيجي يصينوها قبل احيانا؟ طيب ولا بيشتغلوا في اجهزه كده شايفين انه فيها صدى وفيها بعض المواد العالقه فيها كذا، ما شغالين بالموضوع؟ طيب ده مهم جدا ان احنا نرفع ملاحظاتنا لان الجهاز ده يكون ظاهريا نظيف، وطبعا اداء وفعاليته ده بيتوقف على تشيك الخاص بالمهندس الطبي بعد الإبلاغ ويتم صيانته ومعايرته. طيب إدارة التلوث بواسطة الحرارة ضمن نقاطنا الرئيسية، درجة الحرارة، تلوث إزالته بواسطة الحرارة وفق المعايير أكثر أمانا تأثيرا من إزالة التلوث بالمواد الكيماوية. من نقاطنا برضو نعرف أن التعقيم بواسطة البخار مفيد فقط عندما يسبق تنظيف جيد وتغليف جيد مع مراقبة جيدة للمعقم. من نقاطنا نعرف أن مزيلات التلوث الكيماوية بتختار بعناية وتستعمل وفق شروط ويتم التخلص منها بعد استعمالها بالطرق السليمة عشان نقلل الضرر المحتمل للإنسان والبيئة والحيوان، لأنه أنا حجيب مواد كيميائية من غير ما أعرف تفاصيلها كيفية استخدامها وكيفية يعني التخلص منها مشكلة كبيرة.
بعض المحاليل اللي بيتم خلطها خطرة جدا، بعض المنظفات اللي بيتم استخدامها في أماكن فيها مرضى حساسين مشكلة، بعض المعقمات اللي ما بتستخدم بتراكيز مناسبة، ها يبقى دي ما نظفتها ولا عقمتها، يبقى لازم يا اخوانا اعرف التراكيز واعرف نوع المحاليل واعرف نوع المنظفات واعرف التيم المدرب اللي بيقوم به نظافة هذا الجانب، نظافة هذا القسم، ها ونجي نصنف ونقسم الأقسام وفق معدل خطورتها إذا كانت بسيطة أو متوسطة أو عالية أو عالية جدا. طيب، كل المسؤولين عن معاملة المواد الملوثة يجب أن يكون يدرب بشكل سليم بشكل فعال، ويلبسوا ملابس واقية ويدربوا على كيفية استخدام البي بي إيز عند الضرورة. أيضا ضمن نقاطنا، السياسات والطرق لازم تكتب بشكل واضح، ها وتوضع في مكان مناسب للأشخاص المتدربين لمراقبة أداء. عندنا لافتات تحذيرية بأنه هذه المنطقة نظيفة أو هذه المنطقة ملوثة أو هذا المكان مثلا تحت الصيانة أو هذا المكان تحت النظافة أو هذا المكان ده تحت النظافة أو مكان انتظار، مكان ما أعرف إيه، أماكن هذه المياه غير صالحة للشرب، ها فقط تصلح للمزارع أو للحدائق، السلات، سلات المهملات اللي ما موجودة، ولو موجودة ما موجودة في الأماكن المناسبة. ها أنت بتسأل من النظافة ليه؟ ما وجدت سلات مهملات، بالتالي تجد الكريستالات مجدعة في أي مكان. طيب، ناس الأمن والسلامة ما بيقوموا بدورهم بإزالة بعض أنواع الخلل والتنبيه. طيب، ناس السلامة دورهم مين؟ ها قايمين بدورهم ولا لا؟ ها ناس الطب الوقائي قايمين بدورهم ولا لا؟ الصحة العامة، الناس التانيين المتكلين فقط على الطب الوقائي وجدوا، لا دوركم مشترك مع اسم الطب الوقائي، دوركم مشترك. ليه؟ لأن إخواننا هنا السلامة على المستويات المختلفة مسؤولية الجميع زي ما ذكرنا. طيب، وين ثقافة الإبلاغ لما يكون في خلل؟ ما بيقول لي أنا مبلغات عشان كده ما ببلغ، لا أنا ببلغ، بلغ عن وجود خلل، بلغ عن وجود أجسام غريبة، بلغ عن وجود انفكشن، بلغ عن وجود سلوكيات غير سليمة في التعامل مع هذه المعدات وهذه الأجهزة وهذه المحاليل، ها بلغ عن وجود خلل ممكن يؤدي إلى كارثة. ها واللي بيجي يشوف الخلل ما يا إخواننا هدفه إنه بس يقعد يعني يعاقب الشخص أو يرفع صوته عليه ولا كذا، لا إحنا بنتكلم عن معرفة سبب الخلل، سبب المشكلة وإزالة corrective action. تمام، ممكن سبب الخلل يكون عدم وعي، أنا ما بعرف والله يا أخي المواد الطبية أو المواد الكيميائية دي المفترض توضح. بعض المرضى لقى مثلا بعض المواد الكيميائية الموضوعة في مكان شالة ما شافتها في حتة تانية، في واحد تاني جه شال، المشكلة من وين؟ لازم نعرف السبب. طيب، فإذا الاهتمام بإيجاد معايير، الاهتمام ب يعني وضع سياسات وإجراءات. عندنا شروط مهمة في نظافة بيئة الرعاية الصحية، لازم يكون هنالك تجهيز وتجميع لكل المواد والأدوات المطلوبة للتنظيف والتطهير قبل دخول المكان. طيب كيف يعني؟ نجهز موادنا وأدواتنا، نتأكد منها ونسجلها، ها اللي هنستخدمها نحن، هل هنقوم بعملية تنظيف ولا عملية تطهير ولا الاثنين معا؟ تجارب مهم جدا. إذا أنا أخطط لعملية النظافة قبل دخولها والتيم يكون جاهز. طيب يا أخوانا، في تيم مثلا مخصص لإجراء عملية جراحية، هل بيدخل العملية قبل ما يتأكد من عدد التيم، قبل ما يتأكدوا من أدوات والتولز اللي هيستخدموها، قبل ما يتأكدوا من الجاهزية الأفيلابيليتي بتاعت البيئة؟ ها لا طبعا، النظافة كذلك.
ليه؟ لأنه النظافة هنا وفق أصول. طيب يجب تنظيف الأيدي وارتداء الملابس الواقية المناسبة قبل دخول المكان وبدء العمل. والله نحن هنمشي قدام، أنتوا كده الحقونا بالمعدات الوقاية الشخصية دي، ولا بيسموها الطاقية، ولا بيسموها كمان، ما عارفين حتى أهميتها، ولا أنا عارفين دورها ولا كذا. لا، لازم البي بي إيز دي إخواننا يكون مدربين على استخدامها، شايلينها بالطريقة الصحيحة، ويلبسوها في المكان الصحيح. طيب يتم تنظيف الأسطح بالتلك لإزالة الأوساخ الظاهرة والمواد العضوية، كيفية استخدامها والشوائب، بالتالي إزالة الميكروبات. ضمن شروطنا نحضر محاليل التنظيف في بداية العمل، وتغيير بمحاليل جديدة لو احتجنا، والتخلص من البواقي بعد الانتهاء من العمل، التخلص السليم منها. طيب نغير رؤوس المماسح اللي مستخدمينها في التنظيف في بداية نوبة العمل، وبعد استخدامه في تنظيف أماكن انسكاب الدم وإفرازات جسم المريض. لكن أنا أشيل الفوطة دي وأشيل المماسح دي من هنا، ومش أنظف بها برضو هنا بدون ما أغيرها أو بدون ما أعمل ولا في كوارث. يعني حينظف غرفة شخص في غرفة فيها عدوى، حينظفها، هيجيب من غير ما يتأكد من إنه غير المماسح دي، من غير ما يتأكد إنه تم التخلص منها بالطريقة السليمة. ممكن يكون عارف وممكن يكون ما عارف، يجي ينظف غرفة نظيفة تاني. برضو استخدام الفوط والبشاكير بطريقة برضو يعمل خلط، يعمل قص عشان تلوث تبادل من هنا لهنا. تلوث التبادل ده ما في الفود سيفتي بس إخواننا، في سياسات الانفكشن برضو، في انفكشن كنترول. أيضا لازم الاهتمام بالأدوات السليمة والصحيحة، والأدوات نفسها تكون عملية. وهنا في أدوات جلابي الممازح والمناشف والأدوات بتاعت التنظيف والأدوات بتاعت تحريك بعض ما عملية أو محتاجة لتغيير أو ما متطور أو ما بتساعدنا في إنه نحن نقوم بعملية التنظيف بشكل جديد أو خدمة. يعني كل حيوانا تفاصيل مهمة نهتم بها. طيب أيضا عندنا شروط مهمة جدا برضو في نظافة بيئة الرعاية الصحية. ضمن هذه الشروط ذكرنا عملية إضافة محاليل التنظيف للعبوات النصف ممتلئة كممارسة يعتبر غير مقبولة، لأنها بتؤدي لتلوث العبوات والمحاليل. يعني أشيل من هنا أعبي هنا، أضيف من المحلول ده أخذ هنا، عملية تركيبة يعني أي حاجة الناس شغالين تراكيب، والتراكيب دي ما سليمة، خلطت فلان وخلطت فلان، ناس الخلطات كلها ما سليمة. تمام. طيب تغسل هذه الممسحة على الأقل يوميا بعد الاستخدام، وتجفف قبل استخدامها مرة أخرى، أو تستخدم الممسحة ذات الاستخدام الواحد. طبعا ذات الاستخدام الواحد لازم تكون معروفة ومدرب عليها، الاستخدام المتعدد معروفة ومدرب عليها ويعرف يستخدموها في أي مكان. لأنه أحيانا أنا بستخدم لي مناشف يعني متعددة، لكن مشيت نظفت بها مكان فيها انفكشن طوالة الجرح، ما في حاجة اسمها متعددة هنا. طيب لكن طبعا ذات الاستخدام الواحد هي اللي يستخدم في الأماكن فيها تلوث عالي. إذا أنت اقتصاديا خايف من خسارة هذه المواد أو الأدوات بتاعتك، استخدم الأداء شنو المناسب. طيب لازم أخذ الحيطة أثناء التنظيف حال وجود إبر أو أدوات حادة، لازم يجب التقاطها بأداة مناسبة والتخلص منها في حاوية الأمان والتبليغ عن أي إصابة للمسؤول. طبعا هنا عندنا السيفتي بوكس، السيفتي بوكس ده مخصص
اي شابس او اي مواد او اي ادوات ممكن تؤدي الى سوء الجلد، مثلا زي المشارب، الحقن، الكز، النيدلز. عموما دي خطره تكون موجوده في السيفتي بوكس، والسيفتي بوكس معروف انها بتنقل كيف ارشادات نقلها، وهي الحين متصل بها. لكن بعض المستشفيات يقول لك والله ما عندنا سيفتي بوكس. طيب ما عندنا سيفتي بوكس، يقوم خد تعرف شنو، في حاويات مفتوحه، ويجي عمل النظافة من غير الشعلات، يجي داخل يده فيها أو يشيل بكيس يربطها، ها؟ وفي شخص تاني ما منتبه داري يجي يشيل الكيس ده بطرق تاني، كارثة. لازم يكون في تنبيه هنا يا إخواننا، وتعليم وتأكيد على إنه في النهاية اللي شغال ده يا إخواننا مهما كان هو إنسان زيك وزي غيره غيرك، هو يحتاج لحماية، هو يحتاج لأنه يكون آمن. طيب كل الناس توجه عامل النظافة بأنه في المكان ده فيه خطورة، بأنه المريض الفلاني ده الغرفة الفلانية دي ما تدخل إلا بعد ينبهوك، بأنه يا أخي طريقة التنظيف دي في الحتة دي ما بتليق، ممكن الواحد يبلغ المشرف بأنه يا أخي دارين نظافة من نوع خاص للمكان المعين، تمام؟ مكان استشفاء الغبار من السجاد لازم تكون مزودة بفلاتر عالية الكفاءة، تمام؟ ولو إنه السجاد في أماكن وجود المرضى ممنوع، لكن مثلا لو قلنا في المكاتب في بعض الأماكن لازم نحن هنا شنو؟ نتأكد من كفاءة النظافة. طيب نحن لازم نخصص عمال نقل لتجميع القمامة من مختلف الأماكن، دي المدربين في نقل القمامة، في حاويات مخصصة تنقل بشكل عملي وسريع ودقيق، ويتم التخلص أول بأول من هذه الفضلات. طيب تجمع القمامة في الكيس أو في الأكياس المخصصة بدون ضغطها وكبسها في الكيس، ويحمل الكيس من شنو؟ من أعلى بالطريقة المناسبة. طيب وتاني تخلع الملابس الواقية وتنظف الأيدي عند مغادرة المكان. هذه التفاصيل مهمة جدا للغاية، ويجب أنه نحن نكون حذرين تماما في تعاملنا مع أي نوع من هذه المخاطر. طيب عندنا فيديو تعليمي هنشوفه، وبرضو يكون عندنا نظرتنا للمستويات المختلفة في التعامل مع المخاطر في المؤسسة العلاجية. في أي سؤال هنا؟ أي سؤال هنا؟ لا لا واضح ما فيها. الفيديو واضح وأنا معكم؟ واضح الفيديو؟ أي واضح 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 جدا واضح جدا تمام. هنا عايزين نصنف المنظفات والمعقمات والمطهرات. مثلا نعرف أدواتنا اللي هنستخدمها التولز.
طيب هنا بنلاحظ حمل هذه المواد المحاليه والمعرفه المسبقه بها ترتيبه وتنظيمه، و يعني انها تكون موجوده او يعني مرتبه ومنظمه في العرب. شايفين يعني مستوى ربطها ومستوى حملها، بعد ذاك الحركة هتكون كيف؟ إن ما في جزء تقع جزء يقع وجزء يكون قاعد غلط، ولا أنا شايل لي محاليل غلط. العربة مجهزة بكامل مثلا معداتي وأدواتي ومحاليلي، يتم الحركة في الأماكن الصحيحة والمخصصة ليا. معروف إنه أنا اليوم مثلا هنظف شنو؟ هقوم بنظافة شنو؟ يتم استلام كل الأغراض بتاعتي والأكياس بالعدد والكم والكيف وبالألوان، يتم وضعها وترتيبها وتنظيمها، لأنه حملها وتداولها لازم يكون بالطريقة السليمة. ما حجر أرمي لي حاجة، ولا حأقعد أفتش عليها، ولا أقعد أميز في الألوان. طيب بعد ما شفنا هذا الفيديو، ونتمنى تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة هذا العرض، وإن شاء الله عندنا برضو فيديوهات تعليمية ضمن متطلبات هذا البرنامج، ونختم بإذن الله تعالى ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله والنقاش بعد قليل إن شاء الله ضمن قنواتنا إن شاء الله.